أعزائي أهلا بكم على بوابة دار الهلال في نشرة منضية جديدة عن صباح يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر لعام 2022. من خلال بوابة دار الهلال بنعلن عن نشرة المنضية الصباحية عن يوم الأحد باكر. معلوم أن يوم الأحد هو بداية العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية والقطاع العام، بالإضافة أيضا إلى دخول كافة المدارس والجامعات، وهذا بالتالي بينعكس على الشارع المصري من حيث أحجام السيارات، حيث تنطلق السيارات على كافة المحاور والميادين داخل محافظات القرى الكبرى، وأيضا من خلال الطرق السريعة صحراوية وزراعية اتجاه منافذ القاهرة الكبرى ومداخل القاهرة الكبرى، وأيضا عن طريق محطات تحصيل الرسوم. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الأعمال، وكذلك بالنسبة لمنافس القاهرة الكبرى ومحطات تحصيل الرسوم لمتابعة حركة سير السيارات القادمة من المحافظات الأخرى ذهابا وإيابا إلى القاهرة الكبرى. خدمات مرورية مكثفة أيضا موجودة أمام المنشآت الحكومية التي يتردد عليها المواطنين يوميا، وذلك لمنع انتظار الخاطئ والوقوف الممنوع. أيضا تم تعزيز الخدمات بمناطق الأعمال ومعلومة للجميع، سواء الخاصة بقطار المونوريل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأيضا بالنسبة للخط الثالث لمترو الأنفاق بدائرة محافظة الجيزة بشارع القومية العربية وشارع جامعة الدول العربية، وأيضا بالنسبة للمرحلة الرابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق بداية محافظة الجيزة بشارع الهرم، والذي سوف يتم تجديد 7 محطات لمترو الأنفاق بشارع الهرم اتجاه محافظة الجيزة بالنسبة القادم من ميدان الجيزة اتجاه مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. أيضا تم تعزيز الخدمات المضية على الكباري التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وعلى رأس كوبري 15 مايو والذي يوجد به غلق جزئي بمنزل كوبري 15 مايو المتجه لمحور 26 يوليو بسبب أعمال التوسعة والتطوير للمحور من 3 حارات إلى 5 حارات، وأيضا كوبري أحمد عرابي المستحدث بالنسبة للقادم من مناطق بشتيل والوفاء وإمبابة اتجاه مناطق شارع جامعة الدول العربية. أيضا معلوم بالنسبة للغلق الكلي لميدان سفنكس بالنسبة القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه مطلع محور 15 مايو، وتم إجراء تحويلة مرورية بنفس الموقع بالإضافة للعلامات الإرشادية والعلامات التنظيمية. حاليا بدء كثافات متحركة بمحور صلاح سالم القادم من مناطق شرق القاهرة ومطار القاهرة الدولي اتجاه مطلع كوبري 6 أكتوبر اتجاه أعلى المسطح العلوي لكوبري 6 أكتوبر، وتحديدا تراكم السيارات على الوصل المعلقة المتجه إلى غمر ورمسيس. لذلك بننصح السادة قائدي السيارات من الأفضل سلوك المسطحات الأرضية من ميدان العروبة اتجاه كوبري العباسية ومنه لشارع لطفي السيد، فمناطق غمرة فشارع رمسيس فميدان رمسيس فشارع الجلاء، ومنه لمناطق وسط المدينة، ويمكن استكمال الرحلة إلى جيزة عن طريق مطلع كوبري 15 مايو من ميدان عبد المنعم رياض، أو استكمال الرحلة بمحور صلاح سالم اتجاه كوبري فردوس المستحدث اتجاه نفا الأزهر ومنه إلى مناطق ميدان الأبرة ومناطق وسط المدينة. من الجهة الأخرى بالنسبة للقادم من مناطق الشيخ زايد وأيضا من مدينة 6 أكتوبر بيشهد كثافات مرورية عالية بمحور 26 يوليو بمناسبة مناطق الأعمال بنفس الموقع اتجاه ميدان لبنان وكذلك مناطق المهندسين. لذلك بننصح السادة قائد السيارات من أفضل سلوك الطريق السياحي والذي يستوعب أحجام السيارات حسب عدد حاراته، عدد 6 حارات تسمح باستقبال العديد من أحجام السيارات اتجاه مناطق الجيزة، ويمكن استكمال الرحلة إلى القاهرة عن طريق شارع التحرير فميدان الجلاء فكوبري الجلاء اتجاه مناطق القاهرة.
أيضا أعلى الدائري القادم من حدائق المعادي وزهراء المعادي والمعادي القديمة اتجاه مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والقاهرة الجديدة بيشهد كثافات مرورية عالية. لذلك ننصح السابع قيادة السيارات من الأفضل سلوك محور حسب الله كفاوي حتى نخفف ضغط المروري على الطريق الدائري، بالإضافة إلى استكمال الرحلة على الطريق الدائري اتجاه منزل طريق السويس الصحراوي واتجاه منزل مدينة السلام اتجاه طريق قيادة إسماعيلية الصحراوي، فمن الأفضل استكمال الرحلة عن طريق محور سعد الدين الشاذلي القادم من طريق قيادة إسماعيلية الصحراوي اتجاه مدينة السلام عن طريق نفق السلام وكوبري السلام ومسطحات الأرضية، بيشهد كثافات مرورية عالية نتيجة وجود المواقف العشوائية للتكاتك واللي بيتم التعامل معهم فهو من قبل الإدارة العامة للمرور القاهرة والإدارة العامة للمرور الجيزة الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى المسطح العلوي بالنسبة للانتظار الخاطئ وبيتم التعامل معه فهو من قبل الإدارة العامة للمرور لسحب الكثافات المرورية اتجاه منزل الطريق الزراعي وتحديدا على منطقة المرج والمؤسسة. الكثافات المرورية المعتادة يوميا وخاصة في أيام الأعمال الرسمي بيكون فيها خدمات مرورية مكثفة، بيكون فيها كاميرات مراقبة في مناطق الأعمال، وذلك للتعامل مع أي كثافات مرورية عن طريق الأوناش وعن طريق وحدات الانتشار السريع اللي بيتم إرسالها لسحب تلك الكثافات المرورية مع إرشاد قائدي السيارات إلى الطرق البديلة حتى لا يحدث أي تراكمات مرورية أثناء السير وخاصة في ساعات الظهر الصباحية وساعات الظهر المسائية. يمكن من أبرز ما لدينا اليوم غلق كلي لنفق اللواء باقي زكي بمحور 90 الجنوبي بسبب أعمال الحفر وصب خرسانة الأعمدة الخاصة بمسار مشروع قطار المونوريل العاصمة الإدارية وإجراء تحويلات مرورية. غلق كلي أيضا لمسطح كوبري 90 القادم من مناطق المعادي تجاه محور 90 الجنوبي، وأيضا غلق كلي لمطلع كوبري 90 القادم من السويس اتجاه 90 الجنوبي، وهذا الغلق هيستمر لمدة شهر بسبب أعمال الحفر وصب الخرسانة الخاصة بقطار المونوريل. تم إجراء تحويلات مرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع المونوريل العاصمة الإدارية بعد مسجد السلام المتجه لمحور الوفاء والأمل في امتداد شارع حسن مأمون بالحي التاسع مدينة نصر لمدة 48 ساعة، والتحويلات القادمة من محور أحمد الزمر يسلك يمينا طريق مستحدث داخل أرض الوفاء والأمل بطول 60 متر فيسارا اتجاه امتداد شارع حسن مأمون اتجاه محور الوفاء والأمل، طبعا في ظل وجود خدمات مضيئة مكثفة وعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية وعلامات تحذيرية أيضا لإرشاد قائدي السيارات إلى تلك التحويلات المضية. أيضا عندنا غلق جزئي بمحور صفت اللبن بالاتجاه القادم من شارع صروت اتجاه الطريق الدائري، وده هيستمر لمدة 72 ساعة لتركيب الكمر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر، وده طبعا وسط تواجد خدمات مضية مكثفة وعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية. الحملات المرورية مستمرة رغم ساعات الظهر الصباحية على كافة أنواع المخالفات، وذلك لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وأيضا ضبط الإيقاع المروري في الشارع المصري بهدف تحقيق السيولة المرورية ومنع أي كثافات مرورية قد تحدث نتيجة للتجاوزات التي تحدث من بعض قائدي السيارات مثل مخالفة الإشارة الضوئية، السير عكس اتجاه، الوقوف في الممنوع، الانتظار في الممنوع، الوقوف في نهر الطريق، الوقوف في مطالع ومنازل الكباري ومداخل ومخارج الأنفاق. كل هذه الأمور مرفوضة تماما وبيتم التعامل معها من قبل الخدمات المرورية كل في نطاق اختصاصه بكل قوة وحزم، وذلك لتحقيق وهدف تسهيل الحركة المرورية. دائما في نهاية الفقرة المرورية بنناشد السادة قيادة السيارات الالتزام قاعدة أدب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.